زوج اكتشف بالدليل القاطع رسائل ومكالمات صوتية بين زوجته وبين صديق مقرب له. بيقول يعني ان هذا الامر فيه مغازلة ورومانسية وما الى ذلك ما بينهم. يعني بيقول ان هو واجهها بالدليل وانها قالت له انها كانت بتتعامل مع هذا الصديق بحسن نية وان لم يحدث شيء. فالاخ بيقول ان هو اضطر ان هو يقبل ما قالته الزوجة حفاظا على البيت والاولاد. سؤال الاخ السائل، هل هذا التصرف من الزوج مقبول شرعا ام هناك تصرف اخر؟ المسألة بتعتمد على هل تابت هذه المرأة أم لا، لأنه ثابت عنده باليقين أن هي دار حوار بينه وبين أجنبي عنها فيما لا يحل شرعا ولا يجوز أن يكون بين اثنين. طيب، وهل ليس محرما له؟ حتى المحرم مش هيغازل المحارم أو يقول كلام رومانسي. إذن هنا في معصية تمت، ما العمل؟ والله نفت، لا ده كان كلام عادي وبريء. لكن هو دكتور، هو الاخ بس بيقول ان هي الاخت تابت يعني حسب تمام. هو بس احنا بنقول الشرط هنا التوبه. فاذا ما تابت وتيقنت من التوبه توبه نصوحه خلاص تعف، ما دام الامر ما وصلش لاي شيء اخر يمس، يعني مسك يعني ايه؟ ما هو ده يمس، بس اقصد انت لا تتحمله ولا تقبله. لاني خلينا نعكس، مراتك اللي ظبطتك بتكتب كلام رومانسي لواحده اجنبيه، قلت والله انا اسف وانا اخطات وتبت الى الله، هنقول ايه للزوجه؟ اصبري وراعي بيتك وما دام تاب ربنا يتوب عليه وان الله غفور رحيم. المعصيه من الرجل لا تختلف عن المعصيه من المرء، ما ورثناه من تقاليد باليه تفرق بين معصيه رجل المرء هذا لا ليس مقبولا شرعا. المعاصي في الاسلام لا فرق فيها بين الرجل ولا المراه، لا في العقوبة ولا في الوزر ولا في الجزاء، كان نفهم بس. تابت وتوبة نصوح خلاص، استرها بستر الله وربنا يتوب عليها ويسر على الجميع، تكون خدت الدرس تتعلم وتتعلم منهم.